ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا فقرة مميزة جدا مع دكتورة ليلى محمود استشاري أسري تربوي. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا. منورانا يا فندم. الله يخليك. نورتينا. ربنا يبارك فيك يا رب. النهاردة بقى احنا بنقدم موضوع مختلف وموضوع بيهم كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وبيخاطب كل الفئات. أكيد طبعا. عايزين بقى نعرف من حضرتك في البداية البنت أو الولد وهم بيختاروا شريك حياتهم، إيه الأسس السليمة اللي يختاروا على أساسها؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وشعلم طبعا قبل اي شيء انا بحب اوجه رساله لكل شاب وفتاه مقبلين على الزواج، بحب اوعيهم واقول لهم ان طبعا حظكم افضل من حظنا بكتير، عندكم الاونلاين كتير وخدوا محاضرات وكورسات وانتبهوا كتير قوي قبل اختيار شريك الحياه، لان طبعا لو تهاوننا في اختيار شريك الحياه هنندم بعد كده قدام على حاجات احنا في غنى عنها. فطبعا من اهم الاسس ديت اللي احنا على اساسها بنختار شريك الحياه، اول حاجه بقول ان اكتر من 85% نسبه الطلاق ترجع للاختيار الخاطئ بالنسبه للولد او للبنت. تمام كده، هو ده اللي بيؤدي للطلاق ان تمام. انا اخترت غلط من الاول. اكيد طبعا، بس بيكون معظمها دكتور قصص حب بتفشل احيانا للاسف سوء اختيار. فقبل اي حاجه طبعا نقولها للبنت والولد الاستخاره، طبعا استخير ربنا في اي شيء، صلاه الاستخاره، ثم بعد كده الاستشاره، يعني على طول الاستشاره. طيب ايه هي بقى الاسس اللي احنا من خلالها هنقول ان ده شريك حياه مناسب ليا او مش مناسب؟ اول حاجه الدين. هل شريك الحياه اللي جاي يتقدم لي دوت على قدر كافي من الدين؟ يعني هيتقي ربنا فيكي؟ يعني اظن لو حبك هيكرمك، ولو ظلمك يعني لو كرهك مش هيظلمك. تمام. تاني حاجه الاخلاق. هل هو الزوج اللي جاي متقدم لك دوت عنده اخلاق، عنده قيم، عنده مبادئ؟ دي رقم اتنين. تلاته السن، هل السن متناسب بينك وبينه ولا لا؟ في فرق سن كبير او فرق سن، عشان لو في فرق سن كبير بيعمل مشاكل. مشاكل طبعا كبيره جدا يعني. رقم اربعه المظهر والشكل الخارجي، طبعا ده نسبه متفاوته يعني يكون مقبول على الاقل يعني. بعد كده يرجع تيجي الكفاءه بقى في ناحيه الكفاءه الاجتماعيه الاقتصاديه، الكفاءه العلميه الفكريه. ولو بصينا للحاجات دي هنلاقي ان الحاجات دي كلها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيها. اكيد طبعا كلها من السنه بتاعتنا. اكيد طبعا، ما دام الحاجات دي كلها انا وافقت عليها يبقى اخر حاجه بقى يبقى في قبول وفي رضا. تمام كده. طيب بنلاحظ فتره الخطوبه الولد او البنت طول فتره الخطوبه بحبك بحبك بحبك، وهم مش فاهمين اصلا كلمه بحبك دي معناها ايه. كله بيفهم ان الحب معناه ورد وشموع وكلمه حلوه ولمسه، لا مش ده الحب اللي احنا عايزينه. مواقف يا دكتور. اكيد طبعا اكيد طبعاً. الحب اللي انا بقول عليه او معنى كلمه حب فعلا بقيمتها اللي احنا نفهمها ثلاث حاجات. حب يعني عقد، حب يعني عهد، حب يعني وعد. لو احنا فهمنا الكلمه دي كويس قوي مش انا يعني هنتجنب كتير جدا من مشاكل قدام. انا عايز افهم بقى يعني ايه عقد، يعني ايه عهد، يعني ايه تمام يعني ايه كل حاجه لازم نفهمه عشان الساده المشاهدين نوضح لهم الدنيا. تمام. عقد بالمسؤوليه، اللي انا بحبك عقد بالمسؤوليه. عهد بالصدق ان اكون صادق معاكي، وعد بالامان. اظن الثلاث حاجات دول لو توفروا في شريك حياه هتقوم بحياه زوجيه سعيده. بعض البنات الفتره دي بالذات بيفكروا بطريقه اللي هي الطريقه السطحيه، عايزين ولد برضو يكون شكله حلو، معاه عربيه، عنده يعني عنده الجانب المادي كتيرة. الجانب المادي يعني يكون روش يا دكتور في اللغه العاميه، ولد روش. للاسف للاسف. لا طبعا. حضرتك تقول لهم ايه؟ اقول لهم اي زواج ناجح، اي زواج ناجح بيبقى ليه ثلاث اعمده يقف عليها، السكن والموده والرحمه. ضيفي بقى كمان ليهم ايه؟ التقدير والاحترام بين الزوجين. لو فقدنا التقدير والاحترام بين الزوجين خلاص كده الزواج الناجح وقع، مش هيكون ناجح، هيكون فاشل. ما خلاص العلاقه هتفشل، هيكون فاشل. وبتمنى ان كل شاب وكل فتاه يعتبر مشروع الزواج ده، يعني الزواج ده يعتبره مشروع مش مشاعر، لان المشاعر بتعطل الفعل. اما المشروع، اي مشروع بيحتاج ايه؟ هيكون عندي حاجه خطوات معينه همشي عليها ودراسه وتخطيط وصبر وتأنى عشان احصد من خلاله ايه؟ اعظم نتيجه، اعظم نتيجه فعلا. ونتيجه. تمام كده؟ تمام. ده اهم اسس اللي احنا نختار عليها شريك الحياه. طيب يا دكتور، نروح لمشاكل المراهقين. يعني معظم الطلبه في ثانوي او في اعدادي، حتى تلاقي عيل في ثانيه وثالثه اعدادي او بنت حتى
بنحب يا ماما ومرتبطين وبتكلم طول الليل يعني طبعا هي فتره بتمر اكيد، ولكن في اللي بيخرج منها بيتعلم وفي اللي بيخرج منها ما بيتعلمش. تحب تقول ايه للطلبه دول او المراهقين دول؟ احب اقول لولي الامر اللي قاعد في البيت لازم يكون في اهتمام، يبقى في رقابه وفي وعي وفي حب واحتواء للاطفال. طبعا ده سن الاطفال، وقت المراهقه بدات بدري شويه، من خامس ابتدائي بيحب، سته ابتدائي بيحب النهارده. يعني نحاول بنلاحظ الاطفال دي بيبقوا حسيين شويه، بتحس ان الطفل بيحاول يحضن باباه يحضن مامته، مفتقد الحاجات دي، بيلاقيها فين بقى؟ مع البنت اللي بتقول له كلمه حلوه، مع الولد اللي بيهتم بيها. ففي هو ده في السن ده. ونرجع برضو اقول، عايزه اقول حاجه تانية برضو، رغم ان احنا بنحط اسس لاختيار شريك الحياه، اللي احنا برضو بنقع في اخطاء في فتره الخطوبه. اكيد يعني بنلاحظ في الخطوبه مثلا ان بيبقى الخطيب زوجه، يعني اللي هو الولد متقدم في فتره الخطوبه، كلها مشاكل ومع ذلك برضو مصرين احنا نكمل الزواج. سالنا على الاهل مش كويسين ومع ذلك برضو مصرين، ولكن في مشاكل ينفع تتعدى وفي مشاكل بالزبط. لا ما ينفعش تتعدى، ان بنغفل الجانب الديني والجانب الاخلاقي والكفاءه، وبرضو مع ذلك بنكمل برضو ايه وبرضو من الزيجة. السلبيات في الفتره دي ان الطرفين بيتجملوا بالظبط، كل واحد بيظهر احلى ما عنده، فبعد الجواز بيتصدموا بواقع تاني خالص. اكيد طبعا تظهر العيوب وتظهر السلبيات اللي عند الشخصيتين. اكيد طبعا يبداوا يعترضوا على بعض. هنرجع لكلام حضرتك، ولكن معانا ام ملك من القاهره. الو الو، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ايه، انا عجباني جدا فكره البرنامج والحلقه اللي انتوا بتتكلموا فيها، فعايزه اسال الدكتور سؤال. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. اتفضلي دكتور ليلى، مساء الخير. اتفضلي مساء النور، اتفضلي. مساء الخير. ممكن بس تسمعينا من التليفون بس وتوطي التلفزيون؟ تمام. اتفضلي يا فندم. طيب انا عايزه اسال بس حضرتك، بما انك بتتكلمي عن الاختيار وعن كل حاجه، طيب نظريه المجتمع دايما للمراه المطلقه بقى إيه؟ ان هي كده عبء على المجتمع، او ان هي ملهاش فرصه تانية في حاجه؟ احنا لسه كنا هنتكلم في الموضوع ده بعد شويه. اه بالظبط. او انا عايزه اتكلم وبوجه الرساله دي، انا واحده يعني من الموضوع ده، يعني انا مطلقه، في كل اختيار بقى بيحصل في حياتي، لا انت مطلقه، لا المجتمع بيبص لك انك مش حد عادي مش طبيعي. وليه البنت المطلقه لو جالها مثلا شاب اول مره بيتجوز، حتى لو الاهل شايفين ان هي حد كويس جدا، لا معلش مش هنرضى بس بالموضوع، عشان المجتمع الناس هتتكلم علينا. طب الناس هتقول ايه؟ فهي لازم تاخد جنب. فانا نفسي اسمع راي الدكتور في الحته دي ايه بالظبط. حاضر هنجاوبك، حاضر، شكرا على اتصالك. حضرتك تحب تجاوبي ولا اكمل ولا تكملي؟ لا اكمل برضه، مراحل اختيار شريك الحياه كده. دلوقتي احنا حطينا الاسس واخترنا على اساس شريك الحياه، ماشي. بس انا بحب انصح بقى كل برضه فتاه وشاب، شاب وفتاه، اقول لها برضه في ثلاث شخصيات لو قابلتيهم قدامي فتره الخطوبه، او اكتشفت ان خطيبك فيه الحاجات دي، امتنعي عن الخطوبه او حاولي ما تكملهاش. زي ايه يا دكتور؟ زي ايه؟ او لو لقيت خطيبي مثلا في فتره الخطوبه شخص اناني، اناني ما بيحبش الا نفسه، هو كل حاجه عايز هو بس، ملوش دعوه بيا انا خالص. هو الموضوع قائم على استشاره يا دكتور. تمام. يعني لازم الاثنين ياخدوا راي بعض، والراي الانجح او الاصح هو اللي يمشي. تمام. دي الحياه يعني من وجهه نظري، دي حياه ممكن تكمل حياه سعيده يعني. يبقى اول حاجه ايه؟ الشخص الاناني اتجنبه. تاني حاجه الشخص السلبي الناقم. في حاجة اسمها شخص سلبي ناقم، ده بقى الشخص مش هشوفه منه أي كلمة حلوة. يعني إيه بقى السلبي الناقم ده؟ يعني تملي ينقدك بشدة، بينقد بشدة، مش حاجة حلوة. مهما تعملي له مش هيشكرك، مش شايفة منه غير جنب النقد عليه، ينقد لبسك، ينقد تعليمك، أهلك، شكلك، كل حاجة. الأكل ناقص ملح، كل حاجة مش مهما. ده معقد يا دكتور، معقد. لا بتبقى دي شخصيات، سمات شخصية ممكن للأسف ما بنعرفش نتخلص منها. ملهاش علاقة يعني بأن هو كان متعرض لحاجة وهو صغير مثلا أو كده. لا ممكن بقى، لا طبعا شايف في الأب كده، ممكن برضه حاجات وراثية أو سمات شخصية بيكتسبها من، أو حاجة فعلا فيه طبع فيه. الحاجة التالتة، الحاجة التالتة المستبد بقى المتعالي، الشخص المستبد المتعالي بيشوف نفسه صح على طول، بيتملي صح على طول، ما بيرحمش. وتملي ما يعرفش حاجه اسمها ثقافه الاعتذار اصلا، ما يعرفش يعتذر حتى لو هو غلطان، ما يعرفش هو كده، هو شايف هو كده يعني كده. الثلاث شخصيات دول نبتعد عنهم الى قدر الامكان، نبتعد عنهم الى قدر الامكان. احنا بنوجه الرساله دي لكل البنات اللي بتسمع، والبنات واللي برضه الكلام ده، لا انا بكلم كل كلام النهارده للولد والبنت. أيوة. عشان ما حدش يقول متحيزه للمراه او للرجل. كلام الاثنين، لو في برضه بنت فيها الصفات دي الولد ما ينفعش يكمل معاها. طبعا بتحس برضه ساعات بتبقى البنت انانيه، عايزاها على طول معاها طول الوقت، عايزاها كلامها في التليفون على طول، دي اسمها انانيه. هتجيب رصيد منين يا دكتور؟ هتجيب رصيد منين؟ طب احنا يعني عايزين نشوف، يعني نقول رساله للناس، او مش رساله، ليه دايما معظم البنات الا من رحم ربي والاهالي بيفكروا في الماديات؟ للاسف بجد، وفي الاخر بيندموا على اللي هم عملوه. كتير جدا بتجي لنا مشاكل
ان هو مثلا كتب قايمه بكذا، لا بالعكس، انا عن نفسي عندي بنات ومجوزاها، عمري ما دورت على كده خالص. انت هجيب حاجه بكام؟ هاتها لنفسك، انا مش بجيبها لي، بس حاجات ضمان حقوق بسيطه، لان بجد الظروف الماديه اللي احنا فيها والدين شايفين الدنيا عامله ازاي، لازم الاهل برضو يراعوا الحته دي. لا، في بقى بعض الاهل مش بتراعي، اللي هو بيفتكروا ان مثلا ابن الوزير جاي يتقدم لبنته. لا، كل ما اجيب بقى دهب بزياده، وكل ما اجيب عفش بزياده، ده هيبقى ايه؟ هم كده بيغلوا بنتهم. يوم الحياه تستحيل، هقول لك ايه؟ اتنازلي عن كل دوت وانا اطلقك. وانا من مكاني هنا بوجه رساله لكل الشباب، او لكل الابهات، يا جماعه ابوس ايديكم، ارحموا الشباب، ارحموا الشباب يا جماعه. قول لها يا دكتور لازم يقفوا مع الشباب يا دكتور. اكيد طبعا. هنرجع لده، ولكن معانا مداخله من مدام رقيه من القاهره. الو الو، اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، انا متجوزه بقالي سنتين. تمام. بيكي معايا؟ معاكي، اتفضلي. انا كنت داخله في بيك ايه لو كده، فهو من اول سنتين من اول الجواز احنا في مشاكل على طول. مامتي وهو واد وحيد على ثلاث بنات. ومامتي جديده ومنها اللي هي بتغير غالي قوي، وهي بتقولي في القدس الثلاث بنات دول متجوزين، بس ليه النهار موجودين في البيت؟ انا بغسل واطبخ واعمل كل حاجه، محدش بيعمل معايا اي حاجه. لحد ما سئت وغدرت اربع شهور وكده، ورفعت قضيه اللي احنا بنشتغل وكده، فجيت اتكلم معايا عشان خاطر كان معايا بنت، معايا بنتي كده. معايا يا فندم، كملي يا فندم. فمعايا بنت وكده، فعملت قضية خلع، فعملنا قعدة والناس قالوا لي عشان بنتك والحكاية ورايا هتاخد عقد لوحدك، وبرضه كله كان ليه جوز أخت، يعني هو كله في الكل برضه هنا في العيلة، بس يعني كان عينه مني وقال لي كلام ما ينفعش أنا أقوله، وطبعا بابايا عارف الكلام ده واتكلمنا فيه لما أنا غضبت، فطبعا محدش مصدقني يعني. فالمهم رجعت وكده قعدت لوحدي، ومن ساعة ما قعدت لوحدي طبعا محدش بيتكلمني منهم، من حماتي واخواتي بيشوفوني بيقفلوا الباب في وشي، بنتي لما بتنزل تحت الارض يعني تعمل الحمام وكده بيبعتوا لي اغسل لها، يعني انا كنت بقعد اغسل لعيالهم هما تحت وشايلاهم. ابني ما بيقعدش معايا خالص، ليل نهار قاعدة لوحدي في الشقة من اربع حيطان، ممنوع ان انا افتح الباب، بلكونة، اي حاجة، مش عارفة اعمل ايه. والفوق ده كله وانا حامل دلوقتي، ما كنتش عايزه الحمل ده، بس هو بخيل شويه وقال لي انا عايزه عيال، وكان بيجي الغصب يعني، بس انا ما كنتش عايزه الحمل ده. نشكرك جدا يا فندم، مش عارفه اعمل ايه. نشكرك جدا، شكرا لك. هي طبعا مشكلتها انها جوزها ولد وحيد على ثلاث بنات، تمام، ودخلت بيت عيله. دي مشكله كبيره طبعا. برضو ارجعها برضو الاول للاختيار، لما جه هو دلوقتي طبعا جه تقدم لباباها ومامتها، هم وافقوا ان هو يقعدوه بيت عيله. حلو، انت قعدت بيت عيله، كتر خير الاب والام لما بيقعدوا ابنهم معاهم، ولكن بشروط نتفق. الاتفاقات المسبقه بتحل المشاكل دي كلها، ولكن خلينا متفقين ان الموضوع ده بيسبب مشاكل كبيره جدا. بيسبب بصراحه، بس يعني مش معنى كده احسن من الاول. ماشي، بقدر هو بقى يعني الشاب ما عندوش غير المكان ده يقعد فيه، هيعمل ايه؟ ما لا يقعد كل حاجه، بس حط شروط، اتفاقات مسبقه. طبعا يعني في خصوصيه، ان الشروط دي بعد كده مش بتتنفذ. اكيد برضه الا من رحم رب بصراحه، برضه اكيد يعني، بس يعني نحاول برضه نتفق، يعني هتاكل ازاي، هيبقى لها مصروفها، هتقعد عند مامتها، هنزل تحت عند مامتك امتى واطلع امتى. بجد دي مشكله بواجهها كتير جدا. هل نجاح العلاقه اللي بينهم دي اللي هم في بيت عيله متوقف على حماتها اللي هي ام الزوج؟ لا، متوقف على الزوج ذات نفسه. هو المفروض يبقى عنده ايه، احتوى الموقف هنا شويه وهنا شويه، بس ساعات الام بيكون ليها تأثير كبير. اكيد طبعا، خايف يزعل مامته مثلا، او ان هو يكون عاصي للوالدين مثلا، او ان هي بتاثر عليه بكلامها السلبي برضو اللي بتفضل تقوله. ما انا بقول بقى ارجع من الاول، اتفاق من الاول، معلش اختلافات برضو ايه، سنها مش هينفع اتكلم معاها بطريقه مش كويسه، هتيجي على نفسها زياده. طب حضرتك تقول لها ايه؟ تصبر وتحتسب عند الله، ولا احنا عايزين نجاوبها يعني، هي لازم نجاوب على سؤالها. اقول لها ممكن اقعد، طب زوجها اخباره ايه معاها؟ انا ما خدتش بالي من الكلام، زوجها اخباره معايا يعني علاقته بيها كويسه؟ هو بيقعدش معاها خالص، قاعد تحت مع مامته على طول. وكمان في كلمه قالتها بتقول انا محبوسه بين اربع حيطان، مش حتى بفتح الباب. ما هو زعلوا بقى خلاص مع بعض. فاللي هو ازاي يعني، دي مش حياه برضه. دي بقى عايزه تدخل الاهل، لازم نقعد مع بعض، قاعده كده حد كبير في العيله هنا والعيله هنا، بهدوء بهدوء، نحط حدود فعلا باداره جيده كده، نشوف ايه اللي يناسب دوت، ونتفق ازاي هنعمل ايه مع بعض عشان تتحل كده. طول ما كده مش هينفع، لان الزوج بصراحه برضه هو في موقف لا يحسد عليه، ما بين مامته وما بين زوجته. معانا برضه مشكله تانية من هاجر من القاهره. اهلا بيكي يا هاجر، اتفضلي. من هاجر من القاهره، اهلا بيكي يا هاجر، اتفضلي. يا هاجر سامعينك. الو، اتفضلي يا هاجر، سامعيني.
طب هو واضح ان الاتصال اتقطع فهنرجع نكمل حضرتك. طيب في بعد كده بقى يقول مقوله، هل الحب بيموت بعد الجواز؟ بيبقى ايه يعني بيحصل ايه؟ احنا دلوقتي ما احنا متجوزين عن حب زي ما حضرتك قلت يا استاذ عبد المنعم، متجوزين عن حب وكان في عصافير وصوصوة وعشق وغرام وكده، ايه اللي بيحصل بعد اللي بيحصل؟ الحب عمره ما يموت فجاه، لو كان حب صادق عمره ما يموت الحب فجاه ابدا. ممكن الحب يمرض، ممكن يعجز، ممكن يشيخ، ولكن يموت فجاه. طب ايه الاسباب اللي بتوصلنا لده؟ حلو سؤالك يا جهاد. ممكن الاسباب اللي توصل بين الزوجين بقى اللي هو الحب يموت فعلا فجاه كده، كثره الاهانه، النقد الكتير، سخريه المشاعر، السب واللعن، مد الايدين. هو ربنا جعل ليه ايد الراجل اكبر من ايد الست؟ سؤال كده انا بساله بقى. عشان يحميها مش عشان يستقوى عليها. برافو عليك. وايه تاني؟ عشان يحتويها. بالظبط. يعني ايد الراجل بتبقى فوق ايد الست عشان يحتويها ويحميها ويحسسها بالامان. تمام كده؟ وحلو ان الراجل يحب مراته ويغير عليها، حلو قوي، بس مش حلو اللي هو يغير منها ويحطمها او مثلا يقلل من شانها ويحتقرها. لو غار منها خلاص البيت هيفشل، طبيعي جدا. او هو يقلل من قدرها او والعكس يقلل من شانها. عندها في بقى مشكله بنواجهها كتير جدا، ان بيكون بعض الستات بعد الجواز عندهم احلام وطموحات وهدف عايزين يوصلوا له، وبالفعل هم مشيوا فيه قبل كده بس ازواجهم بتخليهم ان هم ما يكملوش الطريق. برضو بصي احنا بنلف في دايره مغلقه. برضو ارجع اقول لك انت في فتره الخطوبه اختيار. احنا بنعمل ايه فتره الخطوبه؟ بتبقى سنه او ست شهور او سنتين، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ده بقى هيرجع السؤال اللي انا يعني الفقره هقولها دلوقتي، ان في اربع مراحل. احنا خلاص بقى شريك الحياه جه وقبلناه واتجوزنا وعرفنا ان الحب ايه مش بيموت بعد الجواز الا بالخطوات دي. طيب في بقى اربع مراحل عمريه للزواج لو احنا عرفناهم ودرسناهم كويس قوي قوي قوي، بعد كده مش هنتجنب بقى اي مشاكل الايه؟ هنرجع لهم. ولكن معانا اميره من القاهره. الو استاذة اميرة حضرتك معانا؟ أيوة. اهلا بيك. اتفضلي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله منورين جميعا. مبسوطه جدا بموضوع الحلقه. ربنا يخليك. شكرا ليك. اتفضلي. انا بهتم كتير جدا بمجال التنميه البشريه وبحب اقرا فيه، بس حبيت ارحب بالدكتوره. اهلا بيك. عايزه اقول لها بجد منوره. اهلا بيك. ومبسوطه جدا جدا بموضوع الحلقه وبالمعلومات اللي هي بتقولها، بس عندي سؤال صغير. اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي. العصبيه يعني انا بتكلم مثلا بيبقى الزوجين ماخدين بعض عن حب وكل حاجه، بس بيبقى في زوج عصبي او زوجه عصبيه زياده. نعمل ايه؟ او الزوج يتصرف ازاي او الزوجه تتصرف ازاي لما يكون في موقف او موقف تافه كمان ويستدعي العصبيه الزياده؟ نعمل ايه عشان ما نتجنب العصبيه دي والموضوع ما يكبرش والموضوع يبقى اوفر ويحصل مثلا يمد ايده او يكسر حاجه او الحاجات دي؟ طب يا فندم هو غيره يعني ولا عصبيه على اي موقف وخلاص؟ العصبية عامة بشكل عام، مش بس عن الغيرة، عن أي حاجة في الحياة العمومية يعني. تمام. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا حبيبي. سؤالك جميل جدا، ولسه احنا لسه مجاوبين عليه. الثلاث شخصيات اللي احنا قلنا فترة الخطوبة، اللي هو ده مش شخص مستبد متعالي، ده مستبد اللي هو يعني معصبي برضه داخل معاه شكل عصبية. طيب أقول لك يا مدام أميرة، في مقولة بتقول ما تركز عليه يزداد، وما تقاومه يعني لما تيجي تقوم الشيء ده هيزداد اكتر كمان. طيب تطنش يعني؟ لا مش هو سمعت انا سمعت تتجاهل شويه. تجاهل. ولكن بقى ما تركزش يعني. اوعي تحط في دماغك اللي هو هيتغير، عشان نكون صراحه مش هيتغير. كده مبشرها يعني. الا اذا بقى هو لو حاول اعترف بخطئه، وقال بجد انا عصبي فعلا. انت تعترف بخطئك ان انا عصبي فعلا، دي بدايه لحد المشكله. طيب هنعمل ايه مع الراجل دوت؟ اول حاجه مثلا هو انت شايفه جوزه بيكسر بيعصب كده، ابعدي عنه. ما ينفعش في مثلا واحده ممكن تمسكه او تحط ايدها عليه، لا مش هتقبل منك ده. سيبي لغايه ما يهدى يعني. سيبي لغايه ما يهدى خالص، اطلعي بره او سيبي المكان اللي انت قاعده فيه. رقم واحد. رقم اتنين، هحاول ادير معاه حوار بعد ما يهدى خالص. الحوار ده كده كده خسران خسران، لو طلعت منه ب 50% مكسب انا اللي كسبانه. بمعنى ايه؟ هقول له انت اتعصبت ليه؟ الحوار ده كان كذا، انت عارفه انا كذا، ايه هنوصل مع بعض الى حل وسط ان نهدي منه شويه. بعد كده هنلتزم بقى الصبر شويه والهدوء، ونحاول نشوف هو يعني انا تلاشى اللي بتعصبه. طب معلش لو الزوجه مش قادره تعمل ده برضو، انا قلت بقى من الاول احنا ايه، ما احنا بقى احنا شفنا الحته دي في الزوج في اكيد في الخطوبه. اقول لك حاجه، فتره الخطوبه بتلاقي مثلا ايه البنت انا نازله خارجه مع بابا، لا ما تنزليش، والبنت ايه نزلت هتعملي ايه؟ يعني مش في حكمه او مش في حكمه اكيد لسه طبعا، تروح خارجه مع باباها وراجعه البيت. بعد ما ترجع بترن عليه، ترن ما يرضاش يرد مره واثنين واربعه، ده يستف فورا طبعا يعني، ده يستف فورا. شخصيه هيستقراطيه بالظبط، هيجي لنا بقى قدام المشكله دي. لو فعلا لا انا قلت ما تنزليش يعني ما تنزليش، ما تروحيش يعني ما تروحيش،
معايا آية من المنوفية. ألو. أيوة معاك. اتفضلي. ازيك يا دكتورة عاملة إيه؟ ازيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ اتفضلي. أنا متجوزة بقالي 7 سنين ومعايا 3 أطفال. وعايشة مع حماتي وليا سيلف وليا عمات بيجوا يروحوا يعني يخشوا علينا البيت. فحماتي طبعا وحش بصراحة يعني، فأنا مش عارفة أتأقلم معاها وأعيش معاها زي ما جيت الخال. طب الزوج أخباره إيه الزوج؟ يعني أرضيها إزاي؟ أنا مش عارفة أرضيها إزاي. طب زوج حضرتك اخباره ايه؟ الدكتوره بتقول لك زوج حضرتك بيتعامل معاكي ازاي؟ حنين؟ هو محتار ما بيننا. يعني حنين معاكي ولا بيعاملك ازاي؟ هو شويه كده وشويه كده. طيب. متقلب يعني. لو امه مثلا زي ضحكت عليه بالكلام مثلا بلفته يعني بماشي مع امه على الخط. ايوه يعني هي بيسخنوا بيسخنوا عليكي ويطلع. وهي كلمته هو متحيز لامه. هو حيران بينكم بصراحه صح؟ نعم. هو حيران بينك انت وهي. هو حيران. انا عند ابويا بقالي النهارده اسبوع ولا 10 ايام وسايبه 3 أطفال. لا اله الا الله. ولدين وبنت للاسف. شكرا يا فندم ليكي. شكرا ليكي. هنجاوب على سؤال نفس المشكله إيه؟ نفس المشكله اللي فاتت برضه. للاسف كل الشكاوي اللي جايه بسبب الحماوات. نفس يعني هي بقى تبقى يعني قاعده عند باباها بقى لها اسبوع برضه، يعني ممكن المشكله تؤدي برضه للطلاق. ممكن تقعد اكتر من كده والموضوع يطول. ممكن المشكله لازم يكون في حل. حد للزوج برضه، للزوج برضه يحاول برضه يعني يبقى هنا شويه هنا شويه، والاهل يتدخلوا برضه ويشوف، لان يعتبر هي ست مامته كبيره في السن ومش هيقدر يحاول. نسبه الطلاق بتزيد جدا جدا جدا, جداً. فعلا. واكتر النساء اللي بتطلب الطلاق 70% من النساء هم اللي بيطلبوا طلاق مش الرجاله. معانا اميره من اسوان. الو. الو. اهلا بك يا اميره اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايزه اسال الدكتور سؤال. اتفضلي يا دكتوره معاكي. لو سمحت يا دكتوره انا بتعصب على اولادي قوي، يعني لو بيعملوا حاجه صغيره لان اتعصبت وعايزه اضربهم واتعقلهم. بس كده؟ عندك حاجه تانية عايزه تستفسري عنها؟ بس طب علاقه زوجك بيكي ايه؟ يعني انت وزوجك علاقتكم مع بعض عامله ازاي؟ ده الحمد لله كويسين قوي. هو مش عصبي خالص؟ لا كويسين الحمد لله. طب انت بتتعصبي ليه بقى؟ لا انت ما بتتعصبيش خالص؟ حضرتك لسه قايله انك بتتعصبي على اولادك. هل ده بسبب مشكله مع زوجك يعني؟ لا. ممكن تسمعينا بس من التليفون وتقولي طب اعمارهم قد ايه؟ اعمار عيالها قد ايه؟ طب ممكن تقولي لنا اعمار اولادك قد ايه؟ هو واضح ان 2 و4 9 سنين و4 سنين. تمام. شكرا يا فادي مشكورك جدا. شكرا ليكي. حضرتك تحبي في الفتره دي طبعا لسه تبقى الاطفال لسه يعني تفكيرها بيبدا يتكون، وانت كأم برضه المفروض اكيد بتتعصب. مش هو حتى اسلوبها اصلا اكيد بتتعصب. اكيد. لان الاولاد في سن اسفنجه بيشربوا منا الاسلوب اللي احنا بنتعامل بيه. انا بقول لها يعني المفروض تكون اهدى شويه لانها ممكن تسبب مشاكل نفسيه لاولادها قدام. طبعا هيحصل مشاكل نفسيه. 9 سنين دخل على سن المراهقه يعتبر. ده اللي احنا هنرجع هنتكلم بالزبط. عنه بعد شويه. ولكن معانا ايمان من المنوفيه. واضح ان المشاكل كتيره جدا. اهلا بيكي. اهلا. عليكم السلام. اتفضلي. حضرتك ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي دكتور معايا. اتفضلي. لو سمحت حضرتك مش عارفه اتعامل مع جوزي ازاي، عصبي بطريقه يعني رهيبه. وانا حضرتك مدخل نفسي شغل البيت، مهما اعمله شغل البيت هو شايف ان هو مش نظيف. اللي هو ايه؟ بيعمل ايه يا فندم؟ ان هو مش نظيف البيت. البيت مش نظيف. يعني هو بيحب ينظف على طول يعني. مدخل نفسي شغل البيت وانا مش عارفه اطلعه ازاي بره شغل البيت. يعني هو بيغسل المواعين وينظف وكده؟ بكل حاجه. بس باستمرار يعني. وبعدين حضرتك بص على طول يقول لي بقى ايه؟ الستات مثلا عندنا جيراننا، شو الست دي غسل احسن مني وانضف مني. مقارنه. بيدخلك في مقارنه. مقارنه. اسئله كبيره جدا. مشكله كبيره. فحضرتك مش قصدي في نفسي وفي نفس الوقت بقرح خلوان مش عارفه اعمل ايه. انا بس انا قاعده معاها عشان خاطر وصابره عشان خاطر معايا طفلين، مش عايزاهم يطلعوا من غير اب. مش عايزاهم، خايفه اسيبهم معايا يطلعوا مش نضاف او يطلعوا مش كويسين. انا بضم صوتي لصوت الدكتور بقول لك ما تخليش اي حاجه تهز ثقتك في نفسك. بالظبط بالظبط.
انت مش عامله اللي عليكي؟ بزعل طبعا بس مش عارفه اعمل ايه يعني. انت واثقه ان انت عامله اللي عليكي كله؟ عامله والله اللي عليا بس بقى يعني ما تلاقيش هعرف اقعد ازاي في الشقه واجي عادي ما يجي من الشغل. انت عندك اولاد؟ عندك اولاد؟ اه عندها اولاد. ابص على كده بس حاجه بس هو بيقول لي ايه اللي انت عاملاه ده بس بيبقى ممكن انت فيا. طب ما قعدتيش ليه معاه؟ ما قعدتيش ليه معاه وقلت له طب انت عايز الحاجه دي ازاي؟ بخليه ما يهدى خالص واحاول اعمل معاه يقول لي خلاص ماشي هعمل كده تاني. هو بيشرب سجاير بيشرب سجاير ويظبط دماغه كده وبعدين ايه يقول لي خلاص ما عادش اعمل كده تاني. لما يجي من الشغل يلاقي لا كل يوم نفس المواد يعمل اقعد معاه يهدى ما اخلص كلام معاه ثاني يوم يعني مش عارفه اتعامل معاه ازاي. نشكرك يا فادي نشكرك جدا. شكرا ليك يا حضرتك. شكرا ليك يعني. طبعا احنا معانا محاضرات كتير والاسئله كتير عشان نلحق نرد عليها بس احنا اسفين جدا. نفس عايزين نرجع للمحور بتاعنا بالزبط الاساسي. بالظبط نفس مشكله العصبيه برضو بس هي برضو واضح عليها من اسلوبها بتتكلم برضو هي اصلا عصبيه. الاسلوب بتاعها ونبر صوتها برضو بيبان ان هي اصلا عصبيه. انا ممكن اقعد مع زوجي انا دلوقتي اعمل الحاجه دي كده لا هي كده مش عاجباني طب انت ايه اللي يعجبك؟ لو حطيتها كده تبقى كويس اه كده كويس هو مش على كده هريح نفسي قوي. هي المفروض يعني تحاول تحتويه بالظبط. انا اشوف اقعد معاه مش مثلا هو انت مش عاجبك حاجه انت ممكن تكون هي اسلوبها اصلا مشكلتنا ان احنا لغه الجسد عندنا بتلعب عامل كبير جدا دور كبير بالظبط يعني مثلا ممكن انا كزوج اقول مثلا لزوجتي ايه انا عايز اشرب كوبايه شاي بالشكل عامل ازاي الشكل والطريقه هروح اعمل كوبايه شاي وانا قرفانه ومش طايقه اصلا ابص في وشه غير مثلا ممكن حبيبه قلبي تعملي كوبايه شاي بس الاسلوب طبعا. هو كلمه هو نفس الكلام بس نبره الصوت بتختلف صح فهي ممكن تكون عندها مشكله في الحته ديت فمش متفاهمه الموقف. معانا استاذ اسلام من البحر الاحمر. اهلا بيك يا استاذ اسلام. الراجل اول مره يكلم راجل. اهلا اهلا اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل سامي من البحر الاحمر. مين بحر احمر؟ سامي من البحر الاحمر. سامي اتفضل يا استاذ سامي. اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك اتفضل الدكتور مع حضرتك. انا هتكلم في نقطتين بسرعه كده بالنسبه للمشاكل الاسريه. اتفضل. احنا هنا في مصر بنفتقد يعني التنميه ان هي التنميه البشريه ان هي توعي الاسر اللي هم حديثي الزواج يعني. فعلا دي عندك حق. دي نقطه. النقطه الثانيه ان لو الزوج والزوجه يعني واخدين بعض على حب هيكملوا ولكن مش كلهم حضرتك مش هنقدر ان احنا نعمم حاجه زي كده فعلا. مش كلهم بيكملوا معظم الطلقات اللي بتيجي عن قصص حب. الحب كامل احنا بالنسبه في الصعيد عندنا حاجه بنعامل الستات كانهم امهاتنا يعني حاجه جميله جدا جميع احتواء تمام واهم حاجه الاحترام بين الاثنين اكيد طبعا التقدير والاحترام اكيد طبعا بس التنميه البشريه برضه ليها دور كبير ان هي توعي الاسر المصريه لان في نسب طلاق في الحديث الزواج كبيره حتى في الصعيد وصلت بالظبط بالظبط. نشكرك جدا يا فندم. شكرا جدا ليك. اولا بجد انا بضم صوتي ليه للاستاذ سامي. طب ده محتاج ايه يا دكتور؟ محتاج بقى يعني بالظبط محتاج ممكن ليه ما نعملهاش ماده علميه في المدارس الطلبه الثانويه بالظبط. انا اخصائيه اصلا اجتماعي ثانوي ليه ما نعملش ماده علميه فعلا نوعي الطلبه ازاي لما تكبري سن المراهقه يحصل في ايه ونبدا من الخطوات دي. احنا شفنا مؤخرا دور. كورسات بتتاخد ما قبل الزواج ارشاد اسري وارشاد زواجي ولكن مش كتيره يعني لا. ومش كل الناس تعرف ما ده اللي انا بكلم بقى فيه ان اي شاب او فتاه مجبرين على الزواج ادرسوا خشوا اونلاين شوفوا اعرفي يعني ايه زواج اعرفي يعني ايه زواج ناجح اعرفي يعني ايه حياه زوجيه اتعاملي ازاي مع حماتك اتعاملي ازاي مع اولادك. عايزين بقى قبل ما ننهي فقرتنا النهارده عايزين نروح كده بقى للطلاق بصوره سريعه. في بعض الامهات بعد ما بتطلق بتاخد اولادها وبتحرم الاب من ان هم يشوفوه وكمان بتزرع جوه قلوب الاطفال دي كره بقى ناحيه الاب واهل الاب بيشوه الصوره اللي فعلا بيبقى بتمنع الرؤيه تماما فده تمام. حضرتك بقى بتقولي ايه؟ طيب اكمل اللي انا كنت بكمل حته بس دي الاول وارجع لها بس الحلقه بتاعتنا خلاص يعني. طيب في اربع مراحل عمريه للزواج عشان بناء عليه لو احنا عرفنا الاربع مراحل دول مش هنختلف ابدا قدام. اول مرحله مرحله التعارف ودي اول ثلاث سنين في الزواج دي اسمها مرحله التعارف. بيحصل فيها ايه المرحله دي؟ بنكتشف كل واحد فينا بيكتشف الاخر انت جاي من بيئه وده جاي من بيئه فكل واحد بيكتشف الثاني. تاني مرحله يليها مرحله التالف انا وانت دلوقتي بقينا اتالفنا بعض دي من خمسه من ثلاثه لخمسه تمام كده؟ من خمس سنين اول مرحله من ثلاث سنين اولانيين ثاني مرحله من ثلاثه لخمسه تمام. ثالث مرحله مرحله التفاهم دي من خمس سنين لسبعه دي ايه بيحصل فيها بقى موده ورحمه والفه بين الزوجين. اخر بقى مرحله التكاتف اللي هي من سبع سنين فيما فوق تمام. دي المرحله دي خلاص بيبقى عباره عن روحين في جسد واحد الزوجين ما يقدروش يستغنوا عن بعض خالص
ودي اعلى مرحله. ودي اعلى مرحله طبعا. قبل عشان نوصل الحلقه يا دكتور اتفضل توجهي رساله لايه لاي زوج واي زوجه بخصوص المشاكل دي كلها. بالظبط احنا خلاص قررنا ان احنا ننفصل تمام. ده قرارك انت وهو. في ضحايا في النص او في ناس في النص مشتركه بيننا الابناء ما لهمش طبعا ذنب في الحاجه دي. طيب الام بقى اللي بتمنع الاب من رؤيه الابناء لا طبعا هي. بعد ما يحصل الانفصال يبقى في المفروض قاعده نقعد مع بعض كده معانا طبعا الاهل مدخلين معانا في قواعد نحطها وبنود بالنسبه للزيارات بالنسبه للانفاق لما هم مثلا يجي يزوروا باباهم ما يقولش مثلا كلام سيء على الام والعكس برضو نفس الكلام لان روح شوف المحاكم عامله ازاي بتحس الاب بيشد البنت والولد بيبقى يحصل بقى بعد كده اضطرابات نفسيه بالظبط اضطرابات نفسيه ويحصل حاجات كتير جدا احنا في غنى عنها. طب هل الام من حقها ان هي تمنع لا طبعا الاب لا طبعا ما ينفعش خالص لان بعد كده يا هم ذات نفسهم الابناء هو حرام شرعا طبعا هيكرهوكي انت اصلا بالظبط برضو مش هيستغنوا عن باباهم هيرجعوا يحتاجوا باباهم بالظبط مهما يكون الاب ده. انا بشوف عندنا مشاكل الاب حتى لو في السجن الاولاد عايزينه لو الام فيها ايه لازم محتاج الاب طبعا في بعض الامهات بتستخدم الاب كان هو بس يديه فلوسه بس ماديا فقط لا بالعكس ايه اللي يمنع ان احنا نكون مثلا نحط اتفاقات بينا يجي زياره عندنا ولا اجي زياره ايه المشكله في كده هل نفسنا يحتوينا اطفالنا لان بقى تروح شوف الدنيا عامله ازاي ابناء المطلقين عاملين ازاي من مشاكل بالزبط. سلوكيه وانحرافات ومخدرات بالظبط فعلا وكان الله يسعدك الحقيقه يا دكتور بشكرك جدا وصلنا لحلقتنا بشكر زميلتي جهاد وشاهدينا قبل ما نختم بشكر حضرتك ربنا يبارك فيك شكرا جدا انا سعيد انك كنت معانا النهارده يا فندم ربنا يبارك فيك مشاهدينا حابين نشكر في الاعداد ونقول لجهاد تاني كل سنه وانت طيبه كل سنه طيبه يا جماعه نشكر الاستاذ وليد عماره مخرجنا العظيم جدا جدا اللي انا بحبه جدا بس هو ما بيحبنيش على فكره خالص يعني الراجل ده بس مش مشكله يعني يوم ما هنقول رضاه مشاهدينا اوعوا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك باللغه العربيه فيس توك تقدروا تتواصلوا معانا وتقدروا تبعتوا لنا رسائلكم بالظبط رسائلكم هتواصل معاكم وانا بجد ان شاء الله فريق الاعداد كمان اي مشكله حابين تعرضوها او اي محتوى بالزبط. حابين احنا نتكلم عنكم عنه ان شاء الله هنستنى ان شاء الله فيس توك على فيسبوك نشكركم جدا الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.